تحيا عمان موطن العلا خفاقة راياتها شمم. عزيزة في قولها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عمان في أسبوع. عمان أنشودة يترنم بها عشاقها، أرض للسلام والمحبة والإباء. من حيث ما تولي وجهك في ربوع عمان تصادف روح العمانية الطيبة وبيئة بكر زاخرة بالجماليات. فعمان أرض للخير والعطاء والنقاء. إنجازات متواصلة في كل بقاع هذا البلد الذي قاد مسيرته مولانا جلالة السلطان حفظه الله ورعاه. نجدد لكم التحية في برنامجكم عمان في أسبوع، والذي يأتيكم من بيت مزنى بولاية مسقط. وقبل أن نأخذكم في أولى صفحات برنامجكم، فاصل قصير، فتفضلوا مشاهدينا بالبقاء معنا. ويكبر النشيد ربنا فضلنا السلطان في نعم، ويكبر النشيد ربنا فضلنا السلطان في نعم، يحفظ لنا قابوس سيدا عزا أبيا شامخ الهمم، عزا أبيا شامخ الهمم. ونحن إذ نؤكد رفض مجتمعنا العماني لأي دعاوى لا تتفق وطبيعته المتسامحة المعتدلة، ننبه كل المختصين إلى أن التوعية مهمة للغاية من أجل فهم الأمور على حقيقتها وعدم ترك المجال لأي تكهنات لا تقوم على أسس سليمة. فسياسة السلطنة قائمة على تحقيق التوازن في الحياة اتباعاً لقوله تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. صدق الله العظيم. لله درك يا وفي المكارم، لله در فعالك در إنان، امضي بهذا همها سيل عارم، أحلى السلام بالإميلات منها. لله درك يا وفي المكارم، لله در فعالك در إنان، امضي بهذا همها سيل عارم، أحلى السلام
قبل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بحسن الشموخ بولاية منح أوراق اعتماد عدد من أصحاب السعادة سفراء الدول الصديقة المعتمدين لدى السلطنة كل على حدة. فقد تقبل جلالته أوراق اعتماد كل من سعادة السفير أرجان مقاش سفيراً فوق العادة مفوضاً من قبل فخامة الرئيس نور سلطان نزربايف رئيس جمهورية كازاخستان معتمداً لدى السلطنة. كما تقبل جلالة السلطان المعظم أوراق اعتماد سعادة السفير الدكتور أنوار بيك فاضيليانوف سفيراً فوق العادة مفوضاً من قبل فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية معتمداً لدى السلطنة. وتقبل جلالة سلطان البلاد المفدى أوراق اعتماد سعادة السفير إبراهيم ديخاتي سفيراً فوق العادة مفوضاً من قبل فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال معتمداً لدى السلطنة. كما تقبل جلالته حفظه الله أوراق اعتماد سعادة السفير كوستاس باباديماس سفيراً فوق العادة مفوضاً من قبل فخامة الرئيس نيكوس أنستاديسيس رئيس جمهورية قبرص معتمداً لدى السلطنة. وخلال اللقاءات الجانبية مع جلالة السلطان المعظم نقل أصحاب السعادة السفراء تحيات وتمنيات قادة دولهم لجلالة السلطان المعظم بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد وللشعب العماني بدوام التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته معربين عن عظيم تشرفهم وبالغ سعادتهم لتقديم أوراق اعتمادهم لدى المقام السامي مؤكدين بذل قصارى جهد للرقي بعلاقات بلدانهم مع السلطنة في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعب العماني وشعوب دولهم. وقد رحب جلالة السلطان المعظم بأصحاب السعادة السفراء شاكراً قادة دولهم على تحياتهم وتمنياتهم الطيبة مؤكداً لهم بأنهم سيلقون كل الدعم من قبل جلالته والحكومة والشعب العماني بما يسهل أدائهم لمهام عملهم. حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني ومعالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية وسعادة رئيس المراسم السلطانية واللواء الركن قائد الحرس السلطاني العماني والمرافقون العسكريون لجلالة السلطان. المحلي هذا الأسبوع العديد من الفعاليات والأنشطة فتفضلوا مشاهدينا بالبقاء معنا.
ترسيخ قيم الحوار بين الأجيال وإبراز أفضل الممارسات المجتمعية وتأكيد أهمية ترشيد الإنفاق في المناسبات الاجتماعية محاور أساسية تصدرت نقاشات الندوة الوطنية حول أفضل الممارسات المجتمعية العمانية. فعاليات الندوة ستستمر يومين وستطرح خلالها 7 أوراق عمل. رعى افتتاح الندوة معالي السيد حمود بن فيصل بوسعيدي وزير الداخلية. تنويعات وطنية ترسيخ قيمة الحوار بين الأجيال والحث على المحافظة على القيم العمانية الأصيلة وتأكيد أهمية ترشيد الإنفاق في المناسبات الاجتماعية بخاصة مناسبات الأعراس والعزاء محاور ركزت عليها الندوة الوطنية حول أفضل الممارسات المجتمعية العمانية وأهداف جاء من أجلها أكثر من 270 مشاركاً من الشباب والعناصر المؤثرة في المجتمعات المحلية كأعضاء مجلسي الدولة والشورى والمحافظين والولاة وأعضاء الأندية الرياضية والجمعيات الأهلية والمهنية. مارس العمانيون العولمة منذ وقت مبكر ولكنها عولمة من أجل الخير للجميع واستنطاق ما لدى الأمم نفسها من القيم والأخلاق والمثل الرفيعة. وظلت تلك الصلات التجارية والثقافية والإنسانية على امتداد التاريخ، لم تقطعها حتى الحروب العالمية والاضطرابات الإقليمية، لأن عمان اختارت نهج التواصل مع العالم من حولها، ثلاثية المعرفة والتعارف والاعتراف. محاور الندوة في يومها الأول تتصدرها المجالس العامة ودورها في تعزيز القيم والحوار بين الأجيال واحترام القوانين والأنظمة والذوق والمظهر العام. الزمن يتغير والعصر يتغير، فيجب علينا مواكبة العصر وتغيراته وأن نأقلم هذه القيم بما يتناسب هذا العصر. ستناقش أوراق مرتبطة حقيقة بممارسات مثل المناسبات العزاء والأفراح، دور المجالس، الجوانب القيمية. هذه القضايا طبعا هي قضايا مجتمعية عميقة أحيانا لا يتحدث عنها العامة بشكل واضح، ولكن كما نقول هذه الندوة ستسلط الضوء وتناقش ما هي أفضل الممارسات في عصرنا الحالي بما يحفظ قيمة المجتمع العماني وما يحفظ عاداته وتقاليده. ويبقى للإعلام الدور الكبير في تسليط الضوء على تلك الممارسات وما يتعلق بقيم الحوار. للإعلام دور كبير في تعزيز هذه القيم، في تعزيز هذه المبادرات المجتمعية، وعنصر الإعلام هو واحد من العناصر الذي يعول عليه في المناقشات، يعني أضيف كواحد من العناصر في هذه الندوة، وبالتالي يعول على الإعلام الدور الأكبر في الاستمرار في التذكير بهذه القيم وبما ستتمخض عنه هذه الندوة من توصيات ستكون أيضا قابلة للتطبيق على مدى طويل. نتكلم عن الإعلام بكافة فروعه. الأفكار الإبداعية الوثابة لدى الأبناء وتأصيل الشراكة بين مؤسسات الدولة العامة والخاصة والأهلية جاءت بها الندوة لتأسيس ثقافة الحوار المجتمعي من أجل مجتمع يعتز بقيمه وعاداته وتقاليده. وحول الندوة الوطنية لأفضل الممارسات المجتمعية العمانية ومخاطر الاختراقات الإلكترونية، أجرى الزميل قيس بن حمود البوسعيدي المقابلة التالية مع سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام بمجلس الدولة. شكرا سليمان، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. على هامش الندوة الوطنية حول أفضل الممارسات المجتمعية العمانية، يسرنا أن نرحب بسعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة. أهلا ومرحبا بكم. أهلا بكم ومرحبا بكم في بيت الشورى العمانية في مجلس عمان. في البداية، هل نستطيع أن نقول أن الهدف الرئيسي وراء عقد هذه الندوة هو إيجاد شراكة حقيقية بين المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمع للحفاظ على الهوية العمانية الأصيلة؟ بالتأكيد من الأهداف الرئيسية للندوة إيجاد ثقافة حوار مجتمعي
يهدف إلى تعزيز الهوية العمانية، وبالتالي هذه ثقافة الحوار مستهدف بها المجتمع بكافة شرائحه، المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص، فهي تهدف إلى إيجاد نوع من التفاعل الإيجابي بين مختلف شرائح المجتمع. لا شك أن ندوة سوف تخرج بتوصيات هامة، هل وضعت خطة يتم من خلالها تنفيذ هذه التوصيات على أرض الواقع؟ إن شاء الله سيكون في دباج التوصيات التأكيد على أن هناك في كل توصية آلية تنفيذ، واللجنة الرئيسية المشرفة على تنفيذ على الإعداد والتحضير لهذه الندوة ستكون هي المسؤولة عن متابعة آليات تنفيذ هذه التوصيات بإذن الله تعالى. ولكن ما أريد أؤكد عليه أن التوصيات في مجملها تهدف حقيقة على حث المجتمع على العودة إلى الجذور الأصيلة في للقيم العمانية المجدرة في وجدان كل منا. ربما تكون إحنا مع زحمة انشغالاتنا ومع زحمة ثورة الاتصالات اللي نعيشها تداخلت ما بعض المبادئ التي تعد من أبجديات قيمنا في المجتمع العماني مع ما هو مستورد من مظاهر مادية تتعلق بالترف، تتعلق ببعض الممارسات، فمحتاجين إلى تنقية حقيقة ما هو قادم إلينا وقياسه على مدى تقبله اجتماعيا من خلال ما نعيش ومن تجذر لقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا في المجتمع العماني. ما هو دور المنوط بالإعلام لتوصيل الرسالة التوعوية الهادفة إلى الحفاظ على العادات والتقاليد والقيم العمانية؟ الدعوة موجهة لجميع وسائل الإعلام التقليدي والحديث للقيام بدوره في تعزيز قيم المجتمع والحفاظ على الهوية العمانية التي أصبحت بصمة يشار إليها في كل محفل، ليس على المستوى المنطقة بل في العالم كله. الشخصية العمانية وما تمتاز به من دماثة خلق، من تسامح، من قيم الاعتدال في الطرح في كل القضايا، هذا اللي تسعى الندوة إلى الخروج منه والحث عليه، وهذا لن يتأتى إلا من خلال وجود إعلام واعي بقضايا المجتمع. إذن في ختام هذا اللقاء رسالة توجهها إلى المجتمع العماني. فأنا مرة ثانية ولا أمل أن أكرر هذا الطرح للأم العمانية وللأب العماني، هل ترى من المناسب أن تسعد أقاربك ومعازيمك لمدة 3 ساعات على حساب ابنك وبنتك لطوال عمرهم أو لفترة طويلة من عمرهم؟ هذا الشاب عندما يخرج من حفل الزواج مثقل بالدين، ماذا تتوقع أن تكون هذه الأسرة الصغيرة اللي مقبلة على التكوين؟ بالتأكيد هذا بيأثر على كثير من نمط حياتهم، كثير من حتى الجانب النفسي أنا ما بيكون بالشكل الطبيعي. أتمنى أن نعيد تفكير مرة ومرتين وثلاث، وأتمنى أن تكون هناك فعلا عندنا نماذج إيجابية في المجتمع العماني تقدم نموذج، والمقتدرين قبل غير المقتدرين تقدم نماذج إيجابية للتقليل من الإسراف المبالغ فيه في أمور ليست أساسية في تكاليف حفل الزواج. في الختام نشكر سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة. أشكركم حقيقة، أشكر التفاعل الإعلامي الإيجابي مع هذه الندوة على مدى اليومين الماضيين وما سبق أيضا، وأتمنى أن هذا التفاعل يستمر، لأنه التذكير بقضايا المجتمع وبقيمه لا يتوقف على ندوة أو ندوتين، بل هو إجراء مستمر، فجهودكم مقدرة ومشكورة في وسائل الإعلام. شكرا لكم. أيها المشاهدون الكرام، عودة إلى سليمان ورجينة لاستكمال ما تبقى من برنامج عمان في أسبوع.
يجلس مجلس الشورى 4 مشاريع لقوانين تختص بالمرور ورأس المال والتأمين وقانون التأمين على المركبات، مع توقعات بإحالة القوانين الثلاثة الأخيرة إلى مجلس الدولة هذا الشهر. أعلن ذلك لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى. القوانين الثلاثة، قانون رأس المال وقانون التأمين وقانون التأمين على المركبات، نأمل بأن نحيلها إلى مجلس الدولة إن شاء الله في نهاية الشهر الحالي. أما قانون المرور فهو لازال يعني تقوم اللجنة المختصة بدراسته تمهيدا لرفع التوصيات اللازمة والتعديلات الخاصة في هذا القانون لإقراره في جلسة المجلس إن شاء الله. أكد معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية على أن اختبارات التوظيف تجري في جو من الشفافية وفق قواعد وإجراءات نظام التوظيف المركزي المتبع وبدون تدخل للعنصر البشري. جاء ذلك في تصريحات لمعاليه خلال إجراء وزارة الخدمة المدنية الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية للمترشحين لوظائف محافظتي مسقط وجنوب الباطنة، البالغ عددها 904 وظائف يتنافس عليها 9300 باحث عن عمل. بمجرد نزول إعلان الشواغر الوظيفية إلا وتهافت الباحثون إلى التسجيل المتضمن 904 وظائف لمحافظتي مسقط وجنوب الباطنة. محمد خريج منذ العام 2010 في تخصص التصميم، قدم لأداء الاختبار ولكن لم يحالفه الحظ لتستمر مسيرة البحث عن عمل. نظام الاختبارات جدا مختلف عن التخصص، فنحن نتمنى كطلاب باحثين عن عمل نتمنى أن الاختبارات يركزوا على التخصص ويبتعدوا عن الأسئلة العامة. هنا وقف المسؤولون بمعية الباحثين عن عمل ليتناقشوا حول سير الاختبارات والصعوبات التي يواجهونها. نظام التوظيف المركزي الآن واضح للجميع حتى للباحثين عن عمل فيما يتعلق مثلا بالوظائف التي تتطلب مؤهلات دبلوم وبكالوريوس وما أعلى، هذه يؤخذ لكل وظيفة 30 مترشح، والثلاثين هؤلاء يؤخذوا من الذين تنطبق عليهم الشروط، والثلاثين هم الأقدم تخرجا. الاختبارات تم مراجعتها بشكل دقيق خلال الفترة الماضية من قبل أساتذة متخصصين، ونرى من خلال انطباع المواطنين على هذه الأسئلة بأن هناك ارتياح في هذا الجانب. أنظار هؤلاء الفتيات ذهبت شاخصة إلى السماء بعد حصولهن على نفس درجة الاختبار لتتم المفاضلة بينهن عبر اللجوء إلى أحكام المادة 14 لقانون الخدمة المدنية من أجل اختيار المرشح للوظيفة. الاختبار كان كله عن طريق نظام الكمبيوتر لا يتدخل فيها العنصر البشري، وأديت الاختبار اليوم بارتياح تام والمراقبين ما قصروا معانا. وما زال نظام التوظيف المركزي يؤكد على تربعه قمة الإنصاف والمساواة في الاختيار. أعلنت وزارة الصحة أنه تم الانتهاء من إجراءات نقل شاغلي الوظائف الطبية والمساعدة إلى الجداول والرواتب والبدلات المرفقة بالمرسوم السلطاني رقم 23 على 2013، وأشار المصدر إلى أن ذلك سيتم حسب ضوابط النقل التي صدرت بقرار معالي وزير الصحة رقم 24 على 2014 بدلالات الأحكام الواردة باللائحة التنظيمية بالشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف الطبية والطبية المساعدة بالمؤسسات الطبية الحكومية المدنية والعسكرية الصادرة بموجب القرار 16 على 2014، موضحا أنه من المؤمل أن يتم صرف رواتب كافة الفئات الطبية المساعدة العاملة بالوزارة مع راتب شهر إبريل الجاري مع منحهم فروقات الرواتب اعتبارا من 6 فبراير الماضي تاريخ صدور اللائحة. ومن أهم الامتيازات التي جاءت بها اللائحة التعيين بكافة أنواعه الدائم والمؤقت أو عند حصول الموظف على مؤهلات علمية لم يسبق معاملته بها وظيفيا من قبل، كذلك
وذلك نظام الترقيات والانتداب والإعارة وصولا إلى ساعات العمل الإضافية. كما أجازت اللائحة الاستعانة بالخبرات سواء من العمانيين أو غير العمانيين من ذوي الخبرات والتخصصات النادرة للتعاقد معهم دون التقيد بالسن المحدد للمعاش، ولذلك قررت تمديد سن الموظف حتى سن 70 عاما بموافقة رئيس الوحدة. تطوير خدمات زراعة الأعضاء بالسلطنة خاصة فيما يتعلق بزراعة الكلى ونقلها من المتبرعين إلى المحتاجين لها أبرز محاور حلقة عمل زراعة الأعضاء من المتوفين دماغيا التي نظمها المستشفى السلطاني بالتعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء بهدف نقل الخبرات في هذا المجال مع دراسة إمكانية تفعيل وتطبيق هذا البرنامج في السلطنة. الحلقة حثت أيضا على اتباع أنماط الحياة الصحية لتقليل المخاطر التي تؤدي إلى الفشل الكلوي ومن بينها أمراض السكري وضغط الدم. رعى افتتاح الحلقة معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة. في فقرة تعليق لهذا الأسبوع تكتب لنا خديجة الشحية عن حلقة العمل حول زراعة الأعضاء من المتوفين دماغيا التي نظمها المستشفى السلطاني. كثيرون هم من يبحثون عن عمل الخير ويساندون الآخرين بأزماتهم الصحية ويسارعون للتبرع بالدم ولإنقاذ روح معلقة حياتها على قطرات دم. فثقافة التبرع بالدم انتشرت عند كثير من الناس وأصبحت الحالات التي ترد على المستشفيات بصورة عاجلة تجد لها من يتبرع بالدم، وهذا ليس بجديد على شعب عمان المتحاب. التبرعات بالدم أو بالأعضاء سوف تساهم في تجنب التكلفة الباهظة التي تمثلها العلاجات الدورية المتتابعة لتلك الحالات وتنقذ أرواحاً كانت تعاني لفترة من الزمن فتسعد مجدداً لمنحها تلك الحياة. فمجتمعنا مجتمع سمى بأخلاقياته الإنسانية والدينية، وهكذا هو ليس بحاجة لكثير من برامج التوعية للتجاوب وتقبل مثل هذه المبادرات الإنسانية. والتوصيات التي خرجت بها حلقة العمل الخاصة بزراعة الأعضاء بإنشاء مركز متكامل للإشراف على عمليات زراعة الأعضاء بالسلطنة هي تهيئة لإقامة ذلك المركز فعلياً وتفعيل الدور المجتمعي والديني ونشر ثقافة التبرع بالأعضاء. ويبقى تساؤل، هل ستأخذ الجهات المعنية وقتاً طويلاً لنشر تلك الثقافة في المجتمع العماني؟ أم إن تلك الثقافة موجودة بالفعل؟ فالأسس الرئيسية لإقامة المركز من تنظيم قانوني لزراعة الأعضاء متوفرة في السلطنة منذ زمن طويل، وبالطبع فلن نستبعد تجاوباً وقبولاً من المجتمع لمثل هذه العمليات، وبذلك لا يتبقى غير الدعم المتواصل من الجهات المعنية لهذا البرنامج الإنساني أولاً وأخيراً. وشهد هذا الأسبوع فعاليات محلية متنوعة نوجزها لكم في الفقرة التالية.
مجمع تلال أول مجمع متعدد الاستخدامات بالسلطنة. حدائق معلقة، مكاتب، ومسقط جراند مول. مدينتك في قلب العاصمة. Not another luxury. The new luxury comes into the world. Experience new luxury. Kia Quaris. وإذا كان التطور كما هو معلوم سنة من سنن الكون، إلا أنه لا بد لتحقيقه من توفير أسباب عديدة، في مقدمتها الإرادة القوية والعزيمة الصادقة ومواجهة التحديات والإصرار على تذليل الصعوبات والعقبات. لذلك كان على كل أمة ترغب في الحياة بكل ما تشمله هذه الكلمة من معنى أن تشمر عن ساعد الجد، فتعمل بلا كلل أو ملل، وفي إخلاص وتفان وحب للبذل والعطاء، مستغلة طاقاتها ومهاراتها، مستثمرة مواردها وإمكاناتها من أجل بناء حاضر مشرق عظيم والإعداد لمستقبل زاهر كريم. مشاعد الأمجاد والنور والإكرام والإسعاد هي من جلالك هالة وقادة نحو جليل العز برنامج عمان في أسبوع متواصل معكم، وفي الصفحة الاقتصادية تتابعون جولة أصحاب السعادة سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدون لدى السلطنة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والإعلان عن إنشاء مصنع التعدين في المنطقة الحرة بسحار. فمشاهدينا، بقاؤكم معنا يسعدنا.
الابتكار والإبداع في مجال تعزيز البنية التحتية التجارية في السلطنة واحد من أهم المحاور التي تمت مناقشتها ضمن فعاليات الأسبوع التجاري 12 والذي نظمته جامعة السلطان قابوس. كما ناقش الأسبوع العديد من المواضيع الاقتصادية المحلية العالمية التي من شأنها النهوض بالفكر الاقتصادي العالمي في شتى المجالات. هناك حاضنات الآن موجودة سواء كانت في واحة المعرفة أو خارجها تستهدف الشباب من هم يخرجون من الجامعات بأفكار جيدة، وأنا إن شاء الله أتمنى بأنه على الأقل 3 أو 4 من الأفكار اللي شفناها اليوم تجد مكانها في أحد الحاضنات إن شاء الله. كشف المؤتمر الصحفي لصندوق الرفد عن أن 50% من رواد الأعمال حصلوا على الموافقات المبدئية لتمويل مشاريعهم واستفادوا فعليا بقروضهم خلال فترات وجيزة. كما مول الصندوق 259 مشروعا بمبالغ مالية تفوق 6 ملايين ريال عماني خلال الربع الأول من العام 2014. أجمع أصحاب السعادة سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدون لدى السلطنة على أهمية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لما لها من مستقبل في إثراء الحركة التجارية والاقتصادية في المنطقة. جاء ذلك في تصريحات خاصة لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان أثناء قيام رؤساء البعثات الدبلوماسية بجولة في الدقم شملت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمواقع السياحية في محافظة الوسطى. المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم منظومة تتمتع بالعديد من المميزات التي يمكن توظيفها في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة، وفي إطار مساعي تحقيق الصداقات التجارية المشتركة بين السلطنة ودول العالم في المجالات السياحية والصناعية والأنشطة البحرية واللوجستية، وللتعرف على الفرص الاستثمارية التي تتيحها المنطقة الاقتصادية، تأتي زيارة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى السلطنة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. الرسالة التي أرغب بإيصالها حول منطقة الدقم لكل المستثمرين والشركات والمؤسسات أن المنطقة جاهزة للاستثمار وإقامة المشاريع مثل ما وجدناها، وسأنقل هذه الرسالة وما شاهدته إلى ألمانيا والشركات والمستثمرين فيها. نحن نعول على تفعيل عمل مجلس رجال الأعمال اللبناني العماني الذي أنشئ بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة العمانية وغرفة التجارة والصناعة اللبنانية لتعريف الشركات اللبنانية والعمانية لإنشاء شراكات للاستفادة من هذه الاستثمارات الضخمة والإمكانيات الطيبة. رؤساء البعثات الدبلوماسية تعرفوا أيضا على النظرة المستقبلية التي ترسمها حكومة السلطنة للمنطقة الاقتصادية بالدقم ومشاريع المرافق العامة والبنية الأساسية مثل الميناء البحري ومطار الدقم الدولي والحوض الجاف ومحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه التي يؤهل المنطقة لإطلاق طاقاتها الكاملة وتحقيق الجذب الاستثماري. هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة الدقم، ولدينا اليوم وفد تجاري أمريكي يضم العديد من أصحاب وصاحبات الأعمال الذين أبدوا رغبة قوية من أجل الاستثمار في هذه المنطقة الاقتصادية الواعدة. شجعت الصينيين الشركات الصينية لحضور هنا، والحمد لله الآن حتى الآن على ما أعرف هناك يوجد 4 شركات صينية حضور لمشاركة المناقصة في مشاريع بما فيه المبنى الإدارية للهيئة الاقتصادية الدقم، وهناك المشاريع للمبنى للبرج المطار الدقم، وأعتقد فيما بعد يكون هناك أكثر من الصينيين سيأتي إلى حين. ولاية الدقم تتمتع أيضا بمقومات سياحية جاذبة عبر الشريط المطل على بحر العرب وما يزخر به من نسمات الهواء العليل الذي يبعثها المحيط الهندي. رحلة بحرية على متن يخت فلك السلامة عرفت أصحاب السعادة السفراء وممثلي المنظمات الدولية على جماليات السياحة البحرية في الدقم، فهي منطقة اقتصادية سياحية تمثل بوابة مهمة للاستثمار فيها.
وقد وقعت شركة عمان للحوض الجاف اتفاقية شراء كامل حصة شركة دايو لبناء السفن والهندسة البحرية الكورية والبالغة 50% في شركة تنمية الدخن التي يملك النصف الآخر من أسهمها شركة عمران الذراع الحكومي الاستثماري في مجال السياحة. وستجعل الاتفاقية ملكية شركة تنمية الدخن عمانية بالكامل، مما يضمن بقاء الأرباح في السلطنة، وهو ما سيخدم الاقتصاد الوطني. كما أن الصفقة ستعزز مفهوم الشراكة المحلية بين شركة عمران ذات الخبرة الواسعة في مجال التطوير العقاري وشركة عمان للحوض الجاف ذات الخبرة الميدانية في منطقة الدقم. وطورت الشركة المرحلة الأولى من مشروع مدينة واجهة الدقم التي تشتمل على 340 وحدة سكنية، بالإضافة إلى ناد ترفيهي ومطعم ومحلات تجارية. السلطنة ستكون ثاني أكبر منتج لسبائك الأنتيمون في العالم، وستغطي 10% من الطلب العالمي. سيأتي ذلك مع اكتمال مراحل مصنع التعدين الذي أعلن الصندوق العماني للاستثمار عن إنشائه في المنطقة الحرة بصحار على مساحة تقدر ب 22 هكتارا. وسيعمل المشروع الذي تبلغ تكلفة مرحلته الأولى أكثر من 23 مليون ريال عماني على إنتاج 20,000 طن سنويا من سبائك الأنتيمون. وسيتمكن المشروع بعد اكتمال جميع مراحله التي تكلف أكثر من 150 مليون ريال عماني على معالجة وتكرير الذهب. وتأتي إقامة مثل هذه المشاريع في إطار الجهود لجعل السلطنة مركزا لمعالجة مختلف أنواع المعادن لجذب الصناعات ذات القيمة المضافة، ما يدعم توفير الوظائف والاقتصاد الوطني. وزارة الزراعة والثروة السمكية تمنع سفن الصيد من الانتقال من محافظة إلى أخرى، حيث إن كل محافظة مقيدة بمصائدها ما عدا محافظتي الوسطى والشرقية تم استثناؤهما. هذا ما أكده سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية. لوحظ في الفترة الأخيرة انتقال عدد كبير من السفن من محافظة لأخرى، وطبعا هذا يسبب ضغط على المصايد السمكية في المحافظة التي تنقل عليها هذه السفن، ويسبب طبعا خلل في تركيبة أسطول الصيد في السلطنة. طبعا الوزارة تتصدى لهذا الموضوع، أن عمليات النقل تتم بموافقة الوزارة، وهذا طبعا في قانون في القوانين المتبعة في هذا الشأن. طبعا ما تم ملاحظته أنه يتم عمليات بيع يعني بعيدة عن الوزارة، وثم يأتي البائع أو المشتري الوزارة يطلب يعني الموافقات النهائية. لذلك طبعا تم الإعلان تنبيه للأخوان الصيادين ومالكي هذه السفن الحرفية أن قبل يتم البيع يجب يعني الحصول على الموافقة كتابية من الوزارة لتوهم هذه العملية. هذا فقط هو. طبعا ما يحدث في الشرقية الوسطى، طبعا هذه يعني بحر العرب هو بحر مفتوح، وطبعا هذا الموضوع صار له سنين عديدة من الصيادين في المنطقتين طبعا يصيدوا يعني في المنطقتين يعني بالتساوي، صيادين الوسطى يمكن يصيدوا في الشرقية، صيادين الشرقية يصيدوا في الصعوبة فصل طبعا المناطق. في الوقفة التالية نقدم مجموعة من الأخبار الاقتصادية التي رصدناها لكم في هذا البرنامج.
نبقى الآن مع فقرة عمان في صور، والتي نقدمها لكم هذه المرة من قرية وادي الحريم بولاية ينقل بمحافظة الظاهرة، والتي تتميز بالطبيعة الساحرة مع ميعاد الشيدية. مساء الخير. تصوير الملامح العمانية عادة لا يكف عنها القاطن عليها، فعمان بجمالها كطفلة الربيع الأول. فقرة عمان في صور لهذا الأسبوع انتقيناها لكم من إحدى قرى ولاية ينقل، قرية وادي الحريم التي تتميز بجمالها الخلاب. في حقيقة الأمر رحلتي لاستكشاف المنطقة كانت من أجمل ما يكون، ابتداء من الطريق الذي يتميز بارتفاعه شيئا بشيئا، ناهيك عن الجبال التي تحيط بك من كل جانب كما ولو أنها تطوقك لتدخلك إلى عالم من الجمال هناك، إضافة إلى أن الارتفاع التدريجي مشوق للعين البصرية. بعد المنحنيات الجبلية استوقفني مشهد جميل، وهي البيوت الحجرية القديمة. المثير للاهتمام في هذه البيوت الحجرية أنها على الرغم من أنها قديمة إلا أنها قد توحي إليك طابع بالحداثة. والمثير أيضا للاهتمام أن هذه البيوت القديمة لا زالت ملك لأصحاب سكان قرية وادي الحريم. انتقلت في هذه المرة إلى الوجه المقابل من الجبل، وهناك وجدنا البيوت الطينية، وعند سؤالنا لأهل سكان المنطقة عن مدى اختلاف نوعية البيوت على الرغم من قرب المكان، اتضح أن هذه البيوت الطينية كانت في الأساس بيوتا حجرية، ولكن سكان المنطقة قاموا بترميمها. المثير للاهتمام في بيوت الطين هي المناظر عبر نوافذ هذه البيوت، حيث أن المناظر تقودك إلى طبيعة خلابة، خضرة الأشجار تعانق زرقة السماء، في حين أن قمم الجبال تصنع لوحة فريدة من نوعها. بعدما ألقينا نظرة على البيوت وددت استكشاف المنطقة من الأسفل، تعمقنا في المكان، وفي الطريق وجدنا الأفلاج الجميلة، الأفلاج التي تعانق خضرة الأشجار. بعض من هذه الأفلاج كانت متوقفة عن الجريان، في حين أن البعض الآخر مستمرة في الجريان. كان المكان في ذلك الوقت من أجمل ما يكون شكلا ومضمونا. بعد ذلك اتجهت إلى مدخل آخر للقرية، وهناك وجدت العم أحمد الذي يقطن هناك هو وأخ له. حياته تتسم بالبساطة الاجتماعية، ويجد في حياته هناك كل المقومات التي قد يحتاجه في عيشته اليومية. دعانا العم أحمد إلى التوغل في منطقته. ارتفعنا شيئا فشيئا في الجبل، وهناك وجدنا سر تعلق العم أحمد بهذا المكان وارتباطه الشديد به. كان المكان رائعا جدا، المياه وسط الجبال كما أن التدرجات الجبلية تضفي لمحة جمالية. ارتفعنا قليلا إلى الأعلى، ومن الأسفل كان هناك منظرا جميلا، وجدنا تكون مائي جميل ينزل إليه الماء من حجارة الجبال. قررنا مغادرة القرية، إلا أن سكان القرية دعونا لمشاهدة المزارع هناك. دخلنا إحدى المزارع التي كانت مريحة للنفس وتشجعك للمضي فيها قدما. الذي لفت انتباهي هناك محاصيل القمح، كانت هناك محاصيل قد حصدت ومحاصيل في طور الاعتناء بها. جلسنا هناك وشاهدنا سكان القرية وهم يعتنون بهذه المحاصيل إلى أن أوشكت الشمس على المغيب، فاضطررنا إلى توديع القرية ونحن مثقلين بكمية الملامح الجمالية التي شاهدناها في القرية، وبقي في البال ملامح عمانية جميلة لا تنسى في ذلك المكان. أتمنى أن تكونوا أنتم أيضا قد استمتعتم بهذه الملامح العمانية الجميلة. دمتم في حفظ الله وعنايته. Oh,
العمانيين لا تنتهي من إنجاز عمل حتى تأخذ سواعد أخرى الهمم لتعلو العزيمة ببناء مستقبل باهر وتجد حاضرا مشرقا. نطوي صفحتنا ولكننا نجدد الموعد في صفحة قادمة تحمل كل العطاء لهذا الوطن الغالي. أما نحن فنترككم في حفظ الله ورعايته، وإلى لقاء في الأسبوع القادم بحول الله. تقبلوا تحياتنا وتحيات فريق البرنامج والمخرج هلال المالكي، في أمان الله. إلى اللقاء.